الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض المصلين يتحركون في الصلاة ليس تحرك أعضاء ولكن يهتز جسمه كاملا، فهل هذا من مبطلات الصلاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن البطلان حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن مبطلات الصلاة توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نحكم على صلاة أحد من المسلمين بأنها باطلة بسبب قول قاله أو فعل فعله إلا وعلى ذلك الحكم بالبطلان دليل صحيح صريح. وبناء على ذلك، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحركة التي تبطل الصلاة، مع إجماعهم فيما أعلم على أن الحركة الكثيرة المتوالية المنافية للصلاة أنها مبطلة للصلاة، ولكن اختلفوا في تحديد هذه الكثرة، فمنهم من حدها بثلاث حركات وهذا لا أعلم له أصلاً، ومنهم من حدها بغير ذلك. والقول الصحيح أننا نحدها بالعرف، فما عده العرف من الحركة الكثيرة فهو الحركة التي تبطل الصلاة، وما عده العرف من الحركة القليلة فليست من الحركة التي تبطل الصلاة. فالحركة التي تبطل الصلاة هو ما اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أنها حركة توصف بأنها كثيرة، والضابط في معرفة الكثرة إنما هو العرف، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما ورد في الشرع ولم يرد في اللغة أن كل حكم ورد في الشرع ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف، ولأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. والشرط الثاني أن تكون تلك الحركة الكثيرة متوالية، أي متعاقبة، غير مفصول بينها بفاصل طويل. وليعلم أن عندنا ضابطا في هذا الأمر يقول: كل حركة في الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعتبر من الحركة الكثيرة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فلو صلى المصلي كذلك فإنه لا يعتبر من الحركة الكثيرة لثبوت هذه الحركة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور ذلك أيضا قتل الحية والعقرب في الصلاة، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو مرت عليك حية أو عقرب وأنت تصلي فلك أن تضربها بالنعل حتى تموت. ففي السنن، وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة. ومن صور الحركة اليسيرة كذلك التقدم قليلا أو التأخر قليلا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صلاة الكسوف أنه تقدم قليلا ومد يده كأنه يتناول شيئا ثم تراجع القهقراء، فمثل هذه الحركة ليست بالحركة الكثيرة. ومن صور ذلك أن يشير الإنسان لمن خلفه إذا صلى جالسا وصلوا قياما أن اجلسوا، فقد ثبتت هذه الحركة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس أنه لما جحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات جالسا، صلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. ومن الحركة اليسيرة أيضا
التفات الإنسان في الصلاة للحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما قال له: إن الشيطان قد حال بيت، إن الشيطان قد تفلت علي البارحة وحال بيني وبين قراءتي وصلاتي ولبسها علي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلته فأذهبه الله عز وجل عني. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل عينا يترصد أحوال جيوش الكفار، وكان فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلتفت إلى الشعب تارة وتارة. فمثل هذه الحركات ونحوها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر من الحركة الكثيرة، فلا بد من الانتباه لذلك، والله أعلم.